السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في 11 نقطة وزارة الأوقاف توضح ضوابط صلاة العيد 2021. كل سنة وانتم طيبين، خليكم معانا لما نشوف الخبر. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ليصله كل جديد. 1. صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط. 2. عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة، ارتداء المصلين للكمامة قبل صلاة قبل دخول المسجد، اصطحاب المصلى الشخصي، مراعاة علامات التباعد الاجتماعي، عدم فتح دورات المياه، فتح المسجد قبل الصلاة بعشر دقائق وغلقه بعدها بعشر دقائق، لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق، ولا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة، لا يتم فتح مصليات للسيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد. 11. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق من مصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال. وأكدت الوزارة أنه سيتم تعميم تفاصيل قرار مجلس الوزراء بشأن صلاة العيد في المساجد الكبرى، وستعمل بالتنسيق مع مديريتها في جميع المحافظات بالتشديد على الإجراءات المتبعة كما هي في صلاة الجمعة. ودعت وزارة الأوقاف المواطنين للالتزام بالإجراءات الاحترازية قائلة: حافظوا على بيوت الله مفتوحة، حافظوا على أنفسكم، التزموا بالإجراءات اللي حتى يظل العيد فرحة، وكل عام والجميع بكل خير، ومصر وأهلها بكل خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.